صباح الخير البنات، صباح الخير الشباب، جمعة مباركة. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم تاني نهار في، بغيت نقول رمضان، اليوم تاني نهار في العيد. كنتمنى يكون البارح نهاركم العيد يكون داز زوين ويكون على خير. يعني اش بغيت نقول لكم؟ اول حاجه والله العظيم الا كنتاسفوا على اخواتنا الفلسطينيين. هذاك الشيء اللي كنشوفه لا عبر السوشيال ميديا ولا في التلفزيون تيضرنا قلبنا، ولكن حنا معاهم غير بالدعوات، يعني ما في اليد حيله. الله يفرج عليهم يا ربي، وهذه الايام المباركه وهذا العيد. وقبل ما نبدا الفلوق ديالي البنات، البارح راه كاينه واحد اللقطات ما تصوروش، لانه انا خفت بان الفلوق يجي طويل بزاف بزاف، فكاينين اللقطات ما صورتهمش، قلت على اساس حتى اليوم وغادي نصورهم. يا ترى شنو هما؟ البارحه البنات درنا كان العيد ميلاد ديال اسيا الصديقه ديالي، ودرنا لها مفاجاه، فاجئناها يعني وشرينا لها بعض الهدايا البسيطه. فاجيو تشوفوا البارح كيفاش دوزنا عند اسيا، وغادي نرجع لكم من بعد. المهم العيد لا يكمل حتى نجيو عند الفنون. شوفوا اليانوف، شوفوا فطوم، شوفوا البنات تكاشط ما شاء الله. كل عام وانتم بخير طاطاتي، وشوفوا ماماهم الزوينه طاطاتك. كل عام وانتم بخير. وعيدوا لي على المشاهدين، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. الله يخلي بناتكم، شوفوهم عرايسه، تعالوا فرجوهم فرجوهم، شوفوا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، شو هالجمال. هاي فطوم ونور. المهم البنات اليوم راه العيد ميلاد ديال اسيا، برافو كملات 20 سنه. كلشي بغيتكم تخليو لها في لي كومونتير كل عام وانت بخير. الحبيبه ديالنا اسيا، عيد ميلادها الزوينه ديالنا، برج الثور. اليوم غنحتفلوا لها بالعيد، واخا ماشي حاجه، غير سمح لينا وصافي. جيتكم هي كل شيء والله العظيم اختي اسيا، راه هذا راه عيد ميلادك اصاحبتي، راه خاصنا العشرة نجيبوا الشيخات. لا الشيخات، لا الشيخات ما معناش. ايوا المهم خليكم تطفي الشمع اسيا ونصوروها ان شاء الله. يلا سيري قدامي عشان تصوري. صوريني سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا أسيا، سنة حلوة يا جميل. تمنيتو ان شاء الله، تمنيت عيد حياتكم كامل. اليوم عندنا عيد عروسه، هادي عروسه ان شاء الله، عرايسات وانا وشطه. هكا حبي سمحي لينا. كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير حبيبه ديالي. يلا وحلي حلي ورينا شنو كاين. ودابا انتما هاي هذه الدليده. سمحي لنا حبي، انت عارفه رمضان و مالي الخير، تفكرتوني هذا اهم حاجه. صحتك بصحتك حبيبه ديالي، بصحتك. هادي تي انا انا عارفه الوانك، انا عارفه الوانك. واعره هاد العبايل اللي شفتي عجبتني لبنه، وي وي غزاله كتحمق. بالعكس قلت لها هذا هو اللون ديال اسيا. غزاله هانتوما سمر. سمحي لي يا حبي، ماشي غزاله قسما بالله. صحتك حبيبتي بصحتك. حياتك والعبايه كي جاتها ما شاء الله، اسيره تتحمق على هاد اللوينات، جاتك فنه حبيبتي. صحتك بصحتك، سمحي لنا حبي والله. صحتك يا حبيباتي، الله يحفظك. صحتك تلبسي وتعاود اخي. قول ليها ام سلطان فنيونه اش كدير؟ كي
حكيت لها كانه يمكن ما شفتوا العيد ميلاد، مش العيد ميلاد يعني احتفال بيننا احنا جوج ديال اسيا يعني غير كيك وهذه. ف ومن بعد البارحه انا كنت غندخلها شوت جلابه خاصها تحدد، وانا ما فيا ما نحدد ما نكذبش عليكم. مهم ما علينا مشات ديال الهضره. المهم البنات شوفوا اليوم انا لابسه وكل شيء، لقيتوني غدا نازله معروضه للغدا اليوم ثاني العيد انا ودليده الوالده ديالي ما بغاتش تمشي علينا فيا يلا يلا يلا. وسيرين جد ذهبها، اجي تشوفوا سيرين من ذهبها ورجعي. فين هذا؟ ديري ستوب يلا وديري ستوب، ديري ستوب نهضر معاك. اوكي كلوز. فين غادا حبيبه اليوم؟ ها فين غادا؟ بابا. هذا عند باباك؟ وعلاش ما تمشيش معايا عند وفاء؟ سو يو وونت تو جو تو دادي هوم؟ No, Tata, it's good. She bring for you Hello Kitty cake. And too much gift. Remember? Yeah, because I. So just tell me today. Tell me today. I wanna go with Daddy. Another time I'm go with you, Mom. Okay? I appreciate you. I like. شطورة حبيبتي شطورة. أتوحشيني؟ You will miss me؟ No؟ يلا يلا زيدوا ليكم مع هادي. بزعطة بزعطة تا حد ما قال لك بزعطة. قولي بزعطة. قولي بزعطة. زيتون. الزيتون تعرفي الزيتون؟ انا شفتك الزيتون. شفتي الزيتون؟ نشوف الحنة. واو شحال جمعتي ديال الفلوس في العيد؟ 100 شنو؟ 100 دولار. عرفتوا البنات بنتي بكثرة ما تهضر بالانجليزية كتسحب لها حتى العملة عندنا هنا الدولار، كتهضر معايا بالدولار. ايوا اوكي اختي اش غنقول لك؟ يلا سي ديري باي باي صحباتي. باي باي. باي. ايوا المهم البنات لقيتونا مع تعطلنا مع شي ناس رحيلهم ثقيل هذوك الناس. مازال ما داوياش هي حيت ما فايق يلا فاقت شربت قهوه باقي عندها دوك الساعتين كتركز فيهم. فكما شفتوا سيرين جا بابا هداها في الصباح مع شي 11 مع البارح منين جا قال لك ريان بدي على الدار. قلت له واش انت اليوم بعقلك؟ اليوم راه العيد بنتي راه شاريه لها انا صاك، خاصني ندي معايا عند الناس تجمع فلوس العيد. بقى كيضحك لي سير اخويا حتى الغدا واجي ديها. ايوا انا فقت مع شي 11 هكاك لقيتهم صيفط ميساج فين سيرين فين سيرين. ايوا صافي عاد نوضتها وغسلت ليها وداكشي وبدلت ليها كما شفتوا جدها. صافي دابا حنا نزلنا غادي نمشيو، حنا معروضين دابا عند وفاء ديال صالون الامبراطوره نمشيو نتغداو ناكلو كسكسون باركو اليوم العيد. ايوا خليكم معنا مازال العشيه طويله البنات ديالنا، قلت لكم بطويله وقصيره وداكشي. المهم انتم المهم شوفوا البنات راه منين كتشعلوا الكاميرا بنادم تيتلف باش يبقى ما عارف ما يقول هداوي وصافي. فانتوما سمحوا لينا وصافي على هاد الهضره. ما عرفتش الكاميرا باينه ولا كتبان لي بحال مضبه مزيانه حتى انا دايره النظاظر غير من حنا كنبانو مضبين ما خاصني المساحه معاك نشاد بيديا. فهادشي اللي كاين الحبيبات ديالي خليكم معايا نشوفوا الاجواء ديال هاد العشيه كيفاش غادي تدوز ونعاود نرجع لكم. القصرية ديال الكسكسو ديال خالد ما شاء الله عليها الله يعطيه الصحة. المهم شوفوا إبداعات خالد. المهم هاد الشيء كيتعمر بهاد الشيء حنا ما فهمناش هو غيجي ويفهمنا. شوفوا راه كيبدع دابا هادي تتكال ما شاء الله. شوفوا الكيكة ديالو وهادي بحال تشيز كيك ولا ما عرفتش شنو. المهم خاصو حتى يجي هو
باش يورينا. اكرمك الله اختي وفاء. هانتوما الحلويات البنات. المهم حنا هذا الشيء غيجي خالد يفهمنا يفهموا اشنو هذا. خالد هو جا لينا غيورينا هاد الابداعات ديالو. خالد سلام. سلام. كي داير؟ لاباس الحمد لله. شوفوا هذاك حليب. هذا حليب ومزهر وفيه البيض و... اوكي جاي. شوف ما شاء الله ابدعتي ابدعتي. دابا هادي اشنا هي؟ دي بحال ورقه ياك. هادي ورقه البسطيله مقليه. الورقه ديال البسطيله مقليه كيدار فيها الحليب ومزار وكيدار اصلا سميتها الشخشوخه. كتجي ورقه فوق تبقى فوق تبقى. حنا زينا شويه. ايوا ايوا الله يعطيك الصحه خويا. الله يحفظك. شكرا بزاف. حتى هاد الكيك وهادشي راك ما شاء الله. الله يحفظك اخويا خالد. ايوا المهم البنات رجعت لكم كما كتشوفوا. يلاه دخلنا للدار. صراحه العشيه دازت زوينه زوينه عند وفاء. ما سخيناش بالجمعه يعني التجمع والبنات وداكشي والهضره. ويلا لقيتونا جيت للدار لقيت ماما ما كايناش مع اصلا كانت غدوز على واحد الصديقه ديالها غادي ما عرفتش شنو غادي ياخذوا. فجيت غير انا ودليدا. سيرين باقي ما جاباش باباها. يلا عيطت لهم قال لك راه كيتعشاو في بيتزا غيساليو ويجيبها. ايوا صافي عاد وصلنا للدار. عرفتوا البنات باقي راجع عليا داك العيا ديال رمضان. العيا ديال رمضان كامل كامل راجع عليا. باغا نحط غير راسي ما عرفتش علاش. لانه يعني هاد الايامات كامله حتى البارح يعني واخا العيد باقين معولين على باقين يعني مدين على السيستم ديال رمضان. فما نعسناش بكري وفقنا لانه كنا غادي معروضين كما شفتوا داك الشيء. فداك الشيء اللي كاين. وشنو اخر تاني ما عرفتش كنت باغا نقولها البنات. صافي دابا جينا للدار لقيتوني. يلا بغيت نحيد جلابتي قلت لا بلاتي ما درتش النهايه للبنات. خاصني ندير النهايه دابا مع حنايا في اليوتيوب عندنا البدايه والنهايه. المهم عندنا بزاف د الحوايج قلت خليني بلاتي تنسلم على البنات نقول لهم بانني رجعت للدار ان شاء الله. وعاد غادي نسد الفلوق هنايا. فالمهم البنات ما تنساوش تتبعوني في الانستغرام نخلي لكم لتحت في صندوق الوصف. وكذلك يلا نديرو كوراج باش نوصلو لمية سكان ان شاء الله. ما بقى والو باش العائلة ديالنا تزيد تكبر. وشكرا بزاف البنات على الميساجات ديال المعايدة اللي خليتو لي. الله يحفظكم. شكرا شكرا بزاف. ونشوفكم فيديو جديد وفلوق جديد على خير. باي باي.